طيب السلام عليكم. السلام عليكم، طب نكلم الشيخ؟ نعم. طب نكلم الشيخ؟ نعم تفضل. حكم إن شاء الله من صلى ثم تبين له بعد ذلك يا شيخ أن ثوبه كان ذي نجاسة وقد خرج وقت الصلاة. لا إعادة عليه. نعم يا شيخ؟ لا إعادة عليه. لا إعادة عليه. لأن النبي دخل الصلاة وكان في نعله أذن. نعم. وبعدها جاء جبريل محمد النعل في أذى فخلع النعل، فلو كانت تكبيرة الإحرام باطلة لأعاد الصلاة من أولها.